صباح الخير على حضراتكم مشاهدينا الكرام، يوم جديد يا رب يبقى يوم سعيد عليكم جميعا. كل يوم بنحاول نرصد أسباب تسمية بعض الأماكن، لأنه ورا تسمية كل حاجة موجودة في بلدنا ليها حكاية وليها أصل. النهاردة هنتكلم عن محطة مترو المرج. دي كانت في البداية منطقة ممهدة لزراعة النخل والنباتات، فتسمت المنطقة دي كانت منطقة نائية يعني على أطراف القاهرة، فتسمت باسم المرج. المرج معناها في المعجم يعني هي الأرض الواسعة الممتلئة بالنباتات والأشجار. وبعد كده تحولت المرج لحي سكني، ولكن فضلت محتفظة باسم المرج زي ما هي، وتعملت محطة المترو، واتسمى أو تسمت المحطة كمان على اسم الحي المرج. وافتتاح المحطة كان 1989. بالمناسبة خط المرج الحلوان المرج ده أول خط مترو اتعمل في مصر، مش بس أول خط مترو في مصر لكن الأول في أفريقيا، الأول في الشرق الأوسط، الأول في المنطقة العربية كلها. فدي كانت قصة المرج، والصور اللي احنا بنشوفها دلوقتي مع حضراتكم على الشاشة دي منطقة المرج قبل ما تبقى حي سكني أصلا، مش بس قبل ما يتعمل فيها المترو، قبل ما تبقى حي سكني لما كانت عبارة عن أرض فاضية مليانة بس نباتات، مليانة نخل، كانت بعيدة عن القاهرة، عن قلب القاهرة يعني، فما كانش فيها سكان أصلا، كانت هي زي ما انتوا شايفين كده. ده كان شكل المرج زمان، ومعظم المناطق هتلاقوها في القاهرة الكبرى قبل الامتداد العمراني والامتداد السكاني بقى ما يزحف عليها، كانت كلها بهذا الشكل تقريبا، كانت عبارة عن قرى، كانت عبارة عن مناطق زي جاردن سيتي، كانت عبارة عن مستنقعات يعني، ما كانش فيه جاردن سيتي دي خالص، الزمالك ما كانش فيه زمالك خالص، كانت عبارة عن عشش، لحد ما ابتدى يبقى فيه زيادة سكانية والناس تزحف على أطراف، لأن دي كانت الأطراف يعني المرج دي كانت أطراف القاهرة، يزحفوا على الأطراف ويبتدوا يعمروا ويسكنوا ويتحول لحي سكني. زيه هتلاقوه مدينة نصر، كانت في وقت من الأوقات اللي يروح يسكن في مدينة نصر ده يقول لك يا أنت تروح تسكن في الصحراء في آخر الدنيا، دي كانت مدينة نصر زمان قبل ما تتعمر والناس تسكن فيها، وهكذا التجمع أو القاهرة الجديدة برضو كانت كده في وقت من الأوقات، وده من قريب يعني مش من بعيد، كان من 20 سنة يقول لك دي صحراء، الشيخ زايد كانت صحراء. التوسع العمراني بيخلي شكل الأحياء تختلف يعني، أظن كده بعد سنين كتير يطلع أجيال جاية يحكوا قصة القاهرة الجديدة ولما كانت فاضية ولما كانت صحراء، يعني ده الحاجات اللي احنا أصلا عشناها يعني. على كل صباحكم خير وصباحكم حب وتفاؤل، وتعالوا نبدأ حلقة جديدة من 8 الصبح، ابدأ يومك صح. صبح يسعد صباحك يجعل نهارك سعيد، فارد على الكون جناحك وبتبتسم من بعيد، وكل نورك أماني صحى الوجود بالأماني. يا صبح يسعد صباحك يجعل نهارك. النهارده في 8 الصبح هنتعرف على حاله الطقس والمرور واسعار السلع في الفقره الخدميه. احدث واهم الاخبار المحليه والدوليه هنتناولها من كل الزوايا. اخبار محافظات مصر في احسن ناس. الفنان احمد بدير في انا المصري. وقراءه تحليليه لابرز عناوين الصحف الصادره صباح اليوم. وهنناقش تفاصيل منصة تراث مصر وأهميتها، وحوار خاص مع الفنان شريف شاكر كيف تجاوز أزمة مرض السرطان بالصبر والتحدي، وهنعرف تفاصيل الفتاوى الخاصة بشهر ذي الحجة والأضاحي، وهنستقبل مواهب مختلفة في أداء الإنشاد الديني في مسرح 8 الصبح. اهلا بحضراتكم مره تانية مشاهدينا الكرام، تعالوا نبتدي متابعه حاله الطقس النهارده حسب بيان هيئه الارصاد الجويه. وخلوني افكركم ان النهارده هو اخر يوم في فصل الربيع، بكره هيكون اول يوم في فصل الصيف رسميا. النهارده هيئه الارصاد بتتوقع انه هيكون في انخفاض طفيف في درجات الحراره على كافه الانحاء، هيسود طقس معتدل في الصباح الباكر على كافه الانحاء،
هيكون حر نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وشمال الصعيد وجنوب سيناء، وكمان هيكون مائل للحرارة على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب الصعيد، معتدل ليلا على كافة الأنحاء. هيئة الأرصاد كمان بتتوقع انه هيكون في نشاط للرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، هتكون مثيرة للرمال والأتربة على شمال وجنوب الصعيد، وكمان في فرص سقوط أمطار خفيفة على السواحل الشمالية وفرص سقوط أمطار أقل على القاهرة الكبرى والوجه البحري ومدن القناة. خلونا نتابع التفاصيل في هذا البيان. القاهرة النهاردة بتسجل 32، العاصمة الإدارية 32 برضو، العلمين الجديدة بتنزل درجات الحرارة توصل ل 26 واسكندرية 27، أجواء جميلة جدا في المدن المطلة على السواحل الشمالية. نشوف بقى مدن القناة، 32 في المتوسط، هناك دمياط بتنزل توصل 27، الصغرى بالليل أجواء جميلة جدا يعني 20 درجة، أجواء لطيفة، مفيش درجات، مفيش حتى رطوء، يعني الحمد لله لسه الصيف ورطبته لسه ما دخلناش فيها، ده بالعكس ده تغيرات المناخية خلت انه لحد قبل الصيف بيوم في توقعات بسقوط امطار، اجواء غريبة جدا يعني بنعيشها الايام دي. شرم الشيخ النهاردة بتسجل 37، طبعا المدن المطلة على السواحل الشرقية والبحر الاحمر درجات الحرارة فيها بتزيد بمعدل مثلا من 5 لـ6 درجات زي ما انتم شايفين شرم الشيخ. نشوف برضو الغردقة هتكون في نفس المتوسط ده 37، سجل نفس درجة الحرارة. الصعيد النهاردة 36، أسيوط درجات حرارة مرتفعة جدا في أسيوط، مش جدا يعني لكنها يعني بتقول إنه هيكون صيف حر شوية على الصعيد. الوادي الجديد 39، الأقصر 38، وأسوان 39، الأجواء يعني الوادي الجديد وأسوان أعلى معدلات في درجات الحرارة. استمتعوا بهذه الأجواء، مازال الجو رائع ومعتدل في كل محافظات الجمهورية. خلونا نتابع المرور النهاردة من خريطة جوجل، هل في كثافات غير معتادة ولا لا؟ نشوف من الخريطة. صلاح سالم في الاتجاهين دلوقتي بيسير بشكل جيد جدا، منطقة مدينة نصر حتى عند استاد القاهرة مفيش أي كثافات مرورية. نوصل عند صلاح سالم، عفوا كوبري أكتوبر، خليفة المأمون في بعض الكثافات، منطقة العباسية فيها كثافات متوسطة، كوبري أكتوبر يسير بشكل جيد جدا، وأسفل كوبري أيضا امتداد رمسيس ولطفي السيد في بعض الكثافات ابتدت تظهر، وأعلى الكوبري كثافات يعني اللون الأحمر معناه كثافات مرتفعة في الاتجاه اللي جاي من وسط البلد رايح لمدينة نصر، كثافات في الاتجاه ده التاني بيسير بشكل جيد جدا. الكورنيش عند ماسبيرو حركة مرور جيدة، كوبري 15 مايو سيولة مرورية ما عدا منطقة الأعمال اللون الأحمر اللي انتوا شايفينه المتقطع ده، دي منطقة الأعمال بتبقى فيها كثافات، منطقة المهندسين فيها سيولة مرورية برضو، شارع السودان حركة مرور عظيمة برضو، المنطقة دي اللي دايما بيبقى فيها كثافات القادمين من نازلين يعني من المحور متجهين لميدان لبنان والمهندسين، بعض الكثافات أسفل الدائري في هذا الاتجاه، العكس اللي طالع المحور حركة مرور جيدة وامتداد المحور زي ما احنا شايفين كده، ده المحور المتجهين إلى مدينة 6 أكتوبر. طبعا هناك بدائل مرورية يعني طول الوقت، محور رود الفرج المحور الجديد اللي برضو بيبقى بديل للمتجهين لمدينة 6 أكتوبر، وفي طبعا طريق موازي برضو للمحور عشان لما بيبقى فيه أعمال توسعة أو ما، وده كان لسه حاصل قريب، بيبقى التحويلات على الطريق الآخر. على كل إن المشهد المروري يعني جميل جدا النهاردة، استمتعوا برحلاتكم المرورية وتوصلوا بألف ألف سلامة. وأخيرا خلونا نتابع متوسط الأسعار الخضروات والفواكه ومواعيد الصلاة.
بحضراتكم من جديد. تعالوا نبتدي متابعة آخر وأهم الأخبار، والبداية من الغناء والثقافة والموسيقى ودار الأوبرا المصرية. الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية يعني بتعمل مشروع مهم جدا جدا اسمه الأساتذة. الأساتذة ده الهدف منه هو الإحياء وأهمية الأعمال التراثية لكبار الملحنين والحفاظ على التراث الموسيقي والمكتبة الموسيقية المصرية. خالد داغر رئيس دار الأوبرا المصرية وجه الشكر للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية على اهتمامهم الكبير بكل شيء يخص دار الأوبرا المصرية، وقال أتمنى أن يستمر التعاون في الفترة المقبلة. كمان وجه النجم مدحت صالح الشكر للشركة المتحدة وبذلهم مجهود كبير خلال الفترة الأخيرة. وأكد مدحت صالح خلال المؤتمر الصحفي امبارح اللي اتعمل يعني للكشف عن هذا المشروع، مشروع الغنائي، إنه اختيار أسماء مطربين عرب زي طلال مداح من السعودية، عبد الحميد السيد من الكويت وغيرهم عشان يقدموا أعمالهم في هذا الحفل أو في هذا المشروع الأساتذة، بيعتبر رسالة حب متبادلة. لأنه زي ما احنا شايفين الدول العربية بتحتفي بالفن المصري طول الوقت، وعلينا احنا كمان ان احنا نعمل ده ونقدر الفن المصري. الفنان مدحت صالح كمان أكد انه فكرة الأساتذة بتقام على أهمية الأعمال التراثية لكبار الملحنين، وقال في المؤتمر امبارح انه الفكرة دي بتتلخص فكرتها هي عبارة عن حالة حب من المطرب تجاه أي ملحن مرتبط بأعماله أو ما تعاونوش مع بعض قبل كده. يعني لو لحن لحد تاني ما تعاونوش مع بعض ممكن برضو يختار لحن من ألحانه ويغنيه، وهتكون للمطرب فرصة للغناء من ألحان لم يقدمها من قبل. وأضاف كمان مدحت صالح وقال الحلم بالنسبة لي أن زملائي الفنانين يستكملوا هذا المشروع، خاصة أنه عندهم الحرية المطلقة في اختيار الألحان المفضلة ليهم، وده بهدف تحديث والحفاظ على المكتبة الموسيقية والتراث الموسيقي. وأكد كمان أنه مشروعه الجديد اللي بيحمل اسم مدحت والكبار الهدف منه هو الحفاظ على ما تبقى من تراث غنائي لكبار النجوم سواء الراحلين أو الموجودين حاليا، وهو إعادة صياغة للأعمال الغنائية بشكل مختلف بتوزيعات يعني مختلفة ومناطق مختلفة. يعني هنشوف مطربين كبار ونجوم بيغنوا ألحان مش بتاعتهم وبتوزيعات مختلفة، وهنشوف مثلا أصوات مختلفة بتغني أغاني مطربين تانيين. مشروع مهم جدا جدا بيحتفي بأهم الملحنين وكبار الملحنين والألحان. عندنا ألحان خالدة يعني في التراث الموسيقي والمكتبة الموسيقية المصرية. روح بقى مع حضراتكم للحوار الوطني، والحوار بيواصل انعقاد جلساته النهاردة الأسبوع الرابع بمشاركة واسعة من مختلف القوى السياسية والمجتمعية عشان يوصلوا لمساحات مشتركة في القضايا المطروحة، خاصة القضايا اللي بيبقى فيها اختلافات تباين آراء، محتاجين نوصل فيها لتوصيات تحل بعض الأمور اللي بتمس المواطن المصري بشكل مباشر زي المحور المجتمعي أو زي المحور الاقتصادي اللي يعني أزمة اقتصادية عالمية أثرت على مصر وأثرت على الأسرة المصرية وعلى المواطن المصري. أكيد المواطن كمان عنده مقترحات إزاي نخرج من هذه الأزمة. المحور السياسي في ملفات كتير، في المحور السياسي المواطن المصري عنده أفكار عليه أن يدلي بيها خلال انعقاد الجلسات عن طريق طبعا اللجان المختصة بيبعت ليها المقترحات اللي بتجمع هذه الأفكار وبتطرحها أثناء الجلسات وبيتم مناقشتها. النهاردة 23 يونيو، المحور الاقتصادي إصلاح الإدارة المالية العامة، هيكون في جلسات متتالية بتتكلم عن شمولية الموازنة، ترشيد الإنفاق وتعزيز الإيرادات. في كمان جلسة مشتركة دي لأول مرة بتحصل بين لجنتين، لجنة الصناعة والاستثمار الخاص، ويعني هتكون بتتكلم عن السياسات الصناعية، سياسات توطين وتعميق الصناعة، تشجيع الصناعات الصغيرة والمتوسطة، وإزاي ممكن نزود أو الدولة تدعم بشكل أكبر هذه المشروعات اللي بتساعد في دعم الاقتصاد بشكل كبير. مزيد من التفاصيل حول هذه المحاور وعن جلسات اليوم النائبة نهى زكي بتنضم لنا على الهاتف، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب. صباح الخير سيادة النائبة، أهلا بيكي.
صباح النور استاذة ايه، اهلا وسهلا. اهلا بحضرتك. الملفات اللي هيتم مناقشتها اليوم يعني كلها ملفات مهمة، هبتدي معاكي من المحور الاقتصادي وجلسة اصلاح ادارة الادارة المالية العامة، ترشيد الانفاق، شمولية الموازنة وتعزيز الايرادات. دي مدرجة طبعا ضمن قضايا لجنة الدين العام وعجز الموازنة والاصلاح المالي. تفاصيل اكتر عن هذه الجلسة، المشاركين، المحاور اللي هيتم مناقشتها خلال هذه الجلسة. طيب، هو يعني احنا في الاسبوع الرابع دلوقتي من جلسات الحوار الوطني، وزي ما حضرتك تفضلت في يعني مثل الحوار الوطني اللي دعا ليه السيد رئيس الجمهورية، انه بيطرح مشاكل متعددة أو تحديات متعددة على الطاولة للمختلف يعني المعنيين بالشأن العام، وبيبتدي الناس تطرح رؤيتها لهذه القضايا. وجلسات الحوار طبعا مقسمة على المحور السياسي والاقتصادي والاجتماعي، والثلاث محاور الحقيقة غاية في الأهمية، وبيناقشوا موضوعات غاية في الأهمية. بالنسبة للمحور الاقتصادي النهاردة، زي ما حضرتك تفضلت في المحور الاقتصادي، فيه شقين مهمين جدا النهارده لما يتحدث عن عجز الموازنه، الاصلاح المالي والدين العام، وعلى شق تاني ما يتحدث عن السياسات الصناعيه. والاثنين الحقيقه غايه في الاهميه، خاصه وانه احنا عارفين ان في تداعيات اقتصاديه الدوله المصريه بتواجهها وبتوخد بظلها على المواطن بالتاكيد. ده الى جانب ان احنا الحقيقه دخلنا في عدد من التحديات طول فتره اللي فاتت ديت، سواء التحديات الجيوسياسية أو أزمة كورونا أو فكل ده الحقيقة أثر علينا. النهاردة الحقيقة الموضوعات غاية الأهمية، أنها بتشمل موضوعات ليها علاقة بأمور يعني مزمنة شوية عندنا في مصر، زي يعني الموازنة العامة للدولة، وزي ترشيد الإنفاق وتعزيز الإيرادات. والحقيقة ترشيد الإنفاق أو تعزيز الإيرادات الاثنين يعني مرتبطين جدا ببعض، والثلاثة بيدوروا في فكرة الموازنة العامة للدولة أيضا. وما يتعلق برضو بالسياسات الصناعية، بيتناول موضوع مهم جدا اللي هو تعميق التصنيع المحلي وتوطينه، وده شيء مهم لتعزيز الصادرات المصرية وتقليل فاتورة الواردات بتاعتنا. وطبعا موضوع الصناعات الصغيرة والمتوسطة له دور كبير جدا في الأمر ده. طب قبل ما ننتقل للمحور الآخر وهي السياسات الصناعية، يعني خلينا بس نتوقف عند السياسة المالية، عشان الحكومات تتمكن من أداء وظائف أو وظيفة الإنفاق أو ترشيد الإنفاق يعني كما ينبغي، من المهم أن هي يعني تستوفي ممارسات الإنفاق وفق معايير محددة. ازاي ممكن نخرج بتوصيات تكون قابلة للتنفيذ وتضمن اتساق الاتفاق ده او الانفاق يعني وترشيده مع اهداف السياسات النقدية والمالية على المدى البعيد والاستدامة؟ ده موضوع مهم جدا جدا الحقيقة. فكرة ترشيد الانفاق وتعزيز الايرادات، زي ما ذكرتي حضرتك، له علاقه كبيره جدا بالاصلاح المالي والاصلاح السياسات الماليه وخلافه. الطرح اللي هيطرح النهارده، يعني لو اتكلمنا على تنسيق شباب الاحزاب والسياسيين وهي بتشارك في هذه المحاور، وعلى المحور الاقتصادي في عده طروحات الحقيقه سيتم طرحها النهارده من قبل تنسيق شباب الاحزاب والسياسيين. فيما يتعلق مثلا بترشيد الانفاق، في يعني جزء مهم جدا له علاقه شديده بترشيد الانفاق، الا وهو العمل على الاصلاح الاداري واصلاح الهيكل الاداري للدوله، لانه الهيكل الاداري للدوله كبير جدا، محتاج ان احنا ننظر له نظره اخرى بحيث انه يكون اكثر رشاقه واكثر رشاده في الانفاق بالتالي. برضو فكره يعني الجهات او الهيئات الاقتصاديه اللي ممكن تكون يعني غير يعني ما بتحققش ارباح كافيه او ما بتحققش العوايد المطلوبه منها، سيبتدي يعاد النظر فيها مره اخرى. انه هي سواء بقى هيتم طرحها بشكل اخر وتتخرج الدوله منها، او انه يتم النظر مره اخرى في هياكلها وفي انشطتها، وبالتالي تكون اكثر رشادة وتحقق العوايد المطلوبة منها. فيما يتعلق أيضا بتعزيز الإيرادات، تعزيز الإيرادات برضو في شق هام للغاية فيه، ألا وهو المتعلق ب على سبيل المثال دمج الاقتصاد الرسمي الغير رسمي في الاقتصاد الرسمي مثلا، لأنه بيشمل نسبة كبيرة جدا
الاقتصاد الغير رسمي، وبالتالي من المهم جدا ان هو يتم دمجه علشان يكون منظور ويكون منظم بشكل جيد. على ذكر الاستثمار يا سيادة النائبة، خلينا يعني برضو نتناول المحور الآخر وهو الصناعة وتوطين الصناعة أو تعميق الصناعة وتشجيع الصناعات المختلفة الصغيرة والمتوسطة، وده واحد من المحاور المهمة، وبيتم كمان التطرق لأهمية البحث العلمي في ملف الصناعة وأهميته في ملف الصناعة. المحور ده كمان أظن فيه مقترحات دلوقتي بيتم مناقشتها في محور توطين الصناعة والاستثمار وتعميق الصناعة في مصر. ده حقيقي، موضوع تعميق الصناعة موضوع غاية في الأهمية، خاصة وإنه إحنا زي ما ذكرت قبل كده الفاتورة الاستراتيجية بتاعتنا يعني تعتبر كبيرة وعالية فيما يتعلق بمستلزمات الإنتاج والمواد الخام وخلافه، فبالتالي من المهم جدا ان احنا ننظر في تعميق الصناعه لتقليل هذه الفاتوره وزياده يعني الصادرات بتاعتنا، خصوصا ان احنا عندنا هدف الوصول ل 100 مليار دولار صادرات. تعميق التصنيع المحلي له علاقه كبيره ايضا بالبحث العلمي زي ما ذكرتي، والحقيقه كان يوم الاحد في جلسه في الحوار الوطني في المحور السياسي لجنه صوت الانسان والحريات العامه تتحدث عن البحث العلمي ومتطلبات حريه البحث العلمي والتفاعل ما بين الأكاديميين المصريين والأكاديميين في الخارج، وتم التطرق الحقيقة التنسيقية طرحت فيها طرح كنت حاضرة فيه طرحته الحقيقة، بيتعلق بإزاي نقدر نربط ما بين البحث العلمي والتعاون مع العالم الخارجي فيما يتعلق بتعزيز البحث والتطوير فيما يخدم القطاع الإنتاجي والصناعة بمعنى أصح، لأنه دول العالم كلها وأغلبيتها الحقيقة وحتى الاقتصادات الناشئة زي الهند والمكسيك وجنوب أفريقيا وخلافه، الاقتصاد أو القطاع الإنتاجي له دور كبير جدا في تمويل البحث والتطوير والبحوث التطبيقية تحديدا علشان يطور القطاع الإنتاجي نفسه وينهض. ففي ارتباط شديد جدا ما بين استخدام البحث العلمي كأداة وفي تعزيز القطاع الإنتاجي وزيادة الإنتاج أكيد بالضبط كده بشكل كبير. كل الشكر ليكي يا نائبة نهى زكي عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين على هذه التفاصيل المتعلقة بجلسات اليوم ضمن الحوار الوطني، وبنتابع مع حضراتكم كل يوم إيه اللي بيحصل في جلسات الحوار الوطني، إيه القضايا اللي بتتناقش، إيه الملفات اللي بتفتح على طاولة النقاش، وإن شاء الله نوصل من هذا الحوار لتوصيات قابلة للتنفيذ تخدم المواطن وتخدم المجتمع. روح مع حضراتكم لوزارة التضامن وصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي. دكتورة نيفين القباش وزيرة التضامن ورئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي تلقوا تقرير عن نتائج حملات لجان الكشف المبكر عن تعاطي المواد المخدرة ما بين سائقي الحافلات المدرسية. التقرير ده بقى يعني تم خلاله الكشف عن إيه بقى؟ تم الكشف خلال العام الدراسي 22-23 على 12875 شخص يعني في العديد من المحافظات المختلفة، وانخفضت نسبة التعاطي من 12% سنة 2017 ل 3%، نسبة كبيرة جدا جدا بتأكد انه في مجهود كبير بيتعمل على الأرض في هذا الملف. تفاصيل أكتر معانا على التليفون أستاذ مدحت وهبة المتحدث الرسمي لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي. صباح الخير يا أستاذ مدحت، أهلا بحضرتك. صباح الخير على حضرتك يا فندم وعلى كل السادة المشاهدين الكرام. أهلا بيك. يعني من 2017 من 6 سنين تقريبا النسبة كانت 12%، النهاردة بنتكلم في 3%. إزاي قدرنا نخفض النسبة إلى هذا الحد؟ إيه الأسباب؟ إيه العوامل اللي حصلت وصلتنا لهذه النتيجة الإيجابية؟ خليني أقول لحضرتك يا فندم، إحنا لما بدأنا حملات الكشف على سائق الحافلات المدرسية إحنا بدأنا في 2017، والحقيقة كانت نسبة التعاطي كانت حوالي 12%، ودي كانت نسبة مخيفة وكبيرة. عشان كده كان في توجهات الحقيقة من القيادة السياسية إن إحنا نكثف حملات الكشف على سائق الحافلات المدرسية لحماية أطفالنا وولادنا اللي طبعا يعني بيستقلوا أتوبيسات بشكل يومي. الحقيقة مع استمرار هذه الحملات من خلال لجان مشكلة من صندوق مكافحة وعلاج الإدمان بالتعاون مع الإدارة العامة للمرور والإدارة العامة لمكافحة المخدرات وبالتنسيق مع وزارتي الصحة والتربية والتعليم، الحقيقة هذه الحملات أسفرت عن جهود جيدة جدا، وزي ما حضرتك أشرتي انخفضت نسبة التعاطي من 12% عام 2017 حتى اللحظة اللي بكلم حضرتك فيها إلى 3%، يعني أقل من 0.5%. كل ده الحقيقة كانت مجهودات يعني كبيرة
يعني أسفرت عنها الحملات المشكلة اللي أشرت. إيه اللي كان بيتم يا أستاذ مدحت من ساعة يعني بداية هذه الحملة لما بنكتشف إنه السائقي مثلا أحد السائقين متعاطي لنوع من أنواع المخدرات، كانت إيه الإجراءات اللي بتتم؟ هل بيتم فصله؟ هل بيتم علاجه؟ يعني إيه الإجراءات اللي بتتم؟ أنا عايز أقول لحضرتك إحنا بالنسبة فيما يتعلق بسائقي الحفلات المدرسية إن أي سائق بيثبت تعاطي المواد المخدرة بيتم التنسيق مع وزارة التربية والتعليم وبيتم فصله من العمل، بجانب كمان إحالته للنيابة العامة بتهمة القيادة تحت تأثير مخدر. ده بالتوازي مع برضو حملات توعوية لسائق الحفلات المدرسية وأيضا للعاملين في الجهاز الإداري للدولة إن أي موظف أو أي سائق عنده مشكلة مع تعاطي المواد المخدرة، وبجدد الدعوة من خلال برنامج حضراتكم، أي شخص عنده مشكلة مع تعاطي المواد المخدرة سواء إذا كان سائق أو حتى عامل في الجهاز الإداري للدولة، بمجرد الاتصال بالخط الداخلي اللي هو 16023 لعلاج الإدمان بيتم اعتباره مريض وعلاجه مجانا والسريه تامه ولن يقع تحت. هنا في نقطه مهمه عايز اسال حضرتك عليها، اذا الشخص هو اللي توجه لطلب العلاج وبشكل سري طبعا وبشكل مجاني، هل بيتم وضع في الاعتبار ان هو اللي طلب العلاج فبالتالي ما يتمش فصله مثلا او اعادته للعمل مره اخرى بعد التعافي؟ بالفعل يا فندم احنا بناكد على هذا الاجراء، اي شخص هيتقدم للعلاج وبنأكد طالما انه من تلقاء نفسه وطواعية بيتم اعتباره مريض وعلاجه مجانا وفي سرية تامة ولن يقع تحت طائلة القانون وبنؤكد على ذلك. والحقيقة على مدار الفترة الماضية تقدم الكثير للعلاج من خلال الخط الساخن التابع للصندوق مكافحة وعلاج الإدمان، ويمكن في الاجتماع الأخير وجهت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة الصندوق بتوفير أوجه الرعاية الكاملة لمرضى الإدمان، ويمكن على مدار الفترة الماضية تقدم أكثر من 17 ألف موظف من العاملين في الجهاز الإداري للدولة للعلاج من الإدمان، وبالفعل تم توفير كافة الخدمات العلاجية وعلاجهم مجانا وبنأكد في سرية تامة ولن يقع تحت طائلة القانون. أنا عايز أقول لحضرتك يمكن طوال فترة العام الدراسي كمان إحنا أتحنا خدمة لأولياء الأمور من خلال الخط الساخن اللي هو 16023، حتى أولياء الأمور لو بمجرد اشتباههم في تعاطي سائقي الحفلات المدرسيه ان هم بيتعاطوا مواد مخدره يستطيعوا ان هم يتصلوا بالخط الساخن ويتم ابلاغ الخط الساخن بحوالين الاشتباه، وتاني يوم بتنزل لجان مشكله من صندوق مكافحه وعلاج الادمان والجهات المعنيه اللي انا اشرت لحضرتك عليها، وبيتم تحليل لكافه السائقين بالمدرسه، وفي حاله ثبوت اي سائق بيتعاطى المواد المخدره بيتم طبعا اتخاذ الاجراءات سواء اما بالفصل وايضا كمان احالته للنيابه العامه بتهمه التاثير. طيب استاذ مدحت النسبه اللي احنا بنتكلم عليها 3% نسبه ضئيله جدا، يعني هل ده معناه ان انتوا بتنزلوا على كل المدارس ولا بتنزلوا بشكل عشوائي تعملوا الحمله بتاعتكم؟ بص انا عايز اقول لحضرتك احنا بننزل يعني على غالبيه المدارس بشكل مستمر وفي كافة المحافظات، اللي جان زي ما حضرتك أشرت مشكلة، وده كمان بالتوازي مع الكشف على العاملين بالجهاز الإداري للدولة. يعني احنا عندنا حملات مكثفة سواء على سائقي الحفلات المدرسية طوال فترة الدراسة، حتى كمان يعني مش شرط كمان الحملات اللي هي الحفلات سائقي الحفلات المدرسية، ده أي أتوبيسات بتستقل الطلاب سواء للمدارس أو الجامعات أو حتى المعاهد العليا بيتم تحليل الكشف عن تعاطي المخدرات ليهم، وفي حالة ثبوت أي شخص بتعاطى مواد مخدرة بيتم اتخاذ الإجراءات القانونية. ده مش بس كده، كمان احنا كمان بالتوازي مع استمرار حملات توعوية، هو الهدف ليس يعني فصل الموظف أو السائق من مقر عمله، ولكن هو الهدف هو تضييق القناع عليه بحيث ما يكونش عنده بديل غير للعلاج. الدولة احنا رفعنا شعار لا تعيش لكيفك للأكل عيشك، الدولة بتمد ايديها ليك بتوفر ليك كافة الخدمات العلاجية وبتأكد بتقول لك ان كافة الخدمات العلاجية مجانا وبسرية تامة من خلال 28 مركز علاجي تابعين في صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والمراكز. كل ما عليه ان هو يعمله ان هو يتصل على الخط الساخن 16023 بيتم العلاج بالمجان وبسرية تامة. انا بشكرك شكرا جزيلا استاذ مدحت وهبة المتحدث الرسمي لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي على هذه التفاصيل وعلى المجهود الكبير اللي بتقوموا بيه لتقليل نسب الإدمان والتعاطي وحماية أرواح كمان أولادنا في المدارس والجامعات والمعاهد، وطبعا في الأماكن أو
المؤسسات والهيئات الحكومية عشان برضو بيتعاملوا مع الجمهور وبيقدموا خدمة للمواطن المصري. كل الشكر لحضرتك. خلونا نطلع فاصل مشاهدينا الكرام، بعد الفاصل هنتوقف مع صحف اليوم وأهم الأخبار والمنشطات التي جاءت فيها بعد فاصل قصير. حضراتكم الجديد، نكمل متابعة آخر وأهم الأخبار والمستجدات من الصحف المحلية الصادرة صباح اليوم. النهاردة بيشاركنا القراءة الأستاذ أحمد عامر، مدير تحرير جريدة الأهرام. أهلا بك يا أستاذ. أهلا بك. صباح الخير. صباح الخير. نبتدي من الأهرام والمنشط الرئيسي. الرئيس: الارتقاء بالتعليم أهمية قصوى لبناء الإنسان المصري، تعظيم الاستفادة من بنك المعرفة ودعم التحول نحو جامعات الجيل الرابع. في أولوية قصوى بتوليها الدولة المصرية للتعليم، بنشوف حتى في الموازنة العامة كل سنة مخصصات بند التعليم بتزيد، في تدريب، في تطوير، في اهتمام بالتعليم الفني كمان. وده بيوصلنا في النهاية، كنا من قريب بنتكلم عن تصنيف الجامعات المصرية ما بين جامعات العالم، في تقدم ملحوظ في هذا المؤشر. تأكيد زي ما قال الرئيس، التعليم بالنسبة لنا قضية هامة جدا، قضية أمن قومي. التعليم في مصر حصل فيه، وخصوصا التعليم العالي الحقيقة والبحث العلمي، حصل قفزات في المخصصات الماليه للتعليم العالي. يعني لو قلنا ان التعليم العالي كانت مخصصاته في 19-20، موازنه 19-20 كان 47 مليار، الموازنه الجديده مخصصاته 100 مليار. حوالي 100%، اكثر من 100% في 3 سنوات. فالمخصصات بتزيد بشكل كبير جدا. بمعنى تطوير اكبر كمان هيحصل. التطوير لسه اكبر، لانه كمان الحقيقه التعليم العالي والجامعات شريك اساسي لوزاره الصحه في تقديم الخدمة العلاجية كمان. يعني المستشفيات الجامعية في كل المحافظات وفي كل الجامعات في مصر بتقوم بدور كبير جدا في تقديم الخدمات العلاجية للمواطن جنبا إلى جنب مع وزارة الصحة. فبالتالي هي كمان بتقوم بدور كبير. البحث العلمي في مصر حصل فيه تقدم كبير جدا من حيث المخصصات. لو نتكلم النهاردة المخصصات بتاعته تتجاوز 10-15 مليار جنيه، فطبعا رقم كبير مقارنة بكان أقل من 6% في السنوات السابقة. كانش فيه أصلا يعني. بالظبط، ما كانش فيه مخصصات. فالحقيقة حصل طفرة من حيث المخصصات، حصل طفرة في نوعية في جودة الخدمة المقدمة، حصل طفرة كمان في نوعية الجامعات الجديدة. يعني مصر النهاردة بتجهز 16 جامعة أهلية جديدة في محافظات جديدة في أماكن مختلفة عشان تقدم خدمة جديدة، يبقى المؤهلات مختلفة، التخصصات تبقى مختلفة. الجيل الرابع اللي بيتكلم عليه الرئيس من الجامعات اللي هو بيقدم كل ما هو موجود في كل العالم. التقدم من حيث زي ما حضرتك اتكلمتي في الجامعات المصرية، الجامعات المصرية تقدمت بشكل كبير جدا على المستوى العالمي، فبقى في جامعات جديدة وجامعات قديمة زي جامعة القاهرة، وجامعات جديدة واخدة حقيقة مراكز متقدمة جدا عالميا وعربيا وطبعا أفريقيا. فبالتالي التعليم العالي الحقيقة في طفرة كبيرة، التعليم العالي بيقوم بدور كبير جدا. التعليم العالي كمان من حيث التخصصات، لأن الخريج اللي جاي خريج السنوات القادمة غير الخريج اللي في الماضي. الكليات القمة تغيرت، مفهوم كليات القمة تغير، ففي تخصصات جديدة جدا مطلوبة عالميا، مطلوبة محليا، من حيث طبعا في مجالات التنمية، في مجالات المشروعات القومية، في الصناعة، في الزراعة، في مجالات كتير، في التكنولوجيا، في الاي تي. فالحقيقة عندنا تخصصات كتير جدا موجودة طبعا مستحدثة في الجامعات الأهلية وفي الجامعات، حتى في الجامعات الخاصة. ففي تطور كبير جدا مذهل الحقيقة في التعليم العالي في مصر. في نفس الجريدة من الأهرام صفحة 3، الشيوخ يوافق على فض دور الانعقاد الثالث.
عبد الرازق، المجلس كان أهلا للأمانة واستطاع أن يرسخ مكتسبات مهمة وتعاون بناء ومثمر مع النواب. طبعا المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ أعلن عن موافقة المجلس على فض دور الانعقاد الثالث من الفصل التشريعي الأول للمجلس. نقدر نقول أستاذ أحمد أو نقيم يعني أداء المجلس في دور الانعقاد الثالث، وما المنتظر منه في دور الانعقاد المقبل؟ والحقيقة كمان المجلس في دور الانعقاد الثالث حصل في تطور في الأداء، يعني بمعنى أنه المجلس تناول قضايا مهمة جدا ودراسات مهمة جدا في مجالات مختلفة. آخرها مثلا آخر حاجة امبارح أحال رئيس الجمهورية دراسة مستوفية بكل جوانبها لرئيس الجمهورية، خاصة بدور التعاونيات في كل المجالات في مصر، لأنه التعاونيات لها دور كبير جدا. دي آخر دراسة. التعاونيات لها دور كبير جدا في كل المجالات، في الإسكان، في الثروة السمكية، في الثروة الحيوانية، في الزراعة، في كل المجالات في مصر كان ليه دور كبير. فالحقيقة الدراسة مهمة جدا ومستوفية من كل المجالات، والأدوار اللي ممكن يقوم بيها قطاع التعاونيات في التنمية المستدامة في المستقبل إلى جانب أجهزة الدولة. الحاجة الثانية أنه قدم دراسات كبيرة قبل كده بنفس النمط بتاع التعاونيات في مجالات مختلفة، مثلا في الصناعة، في التعليم، والرئيس الحقيقة كان بيوجه بتنفيذ التوصيات اللي بتطلع من مجلس الشيوخ للرئاسة، لأنها بتبقى زي ما قلت حاجة دراسات مستوفية. فالمجلس قام بدور مختلف في دور الانعقاد الحالي اللي هو الثالث، دور حقيقي يعني فيه خبرة، دور ليه علاقة بأنه بيساعد الدولة والأجهزة التنفيذية في قضايا مهمة جدا بتهم المواطن، فبيقدم لهم الدراسة، بيقدم جوانبها من كل النواحي، بيقدم مقترحات، بيقدم حلول، وفي النهاية بيرفعها الرئيس الجمهورية وبيشارك الحكومة في المناقشات. يعني لما بيعرض الدراسة فبتيجي الحكومة في المجلس بيناقشوا كل الجوانب والمقترحات، والحكومة غالبا ما بيبقاش عندها مانع، وبعدين بيرفع التوصيات دي للرئيس. فالحقيقة ده دور مهم جدا إلى جانب دور مجلس النواب إنه دور تشريعي. فالمجلس الشيوخ دوره الحقيقة كان هام كغرفة تانية، بيقدم خبراته، لأنه فيه طبعا الحقيقة في كوكبة من المتخصصين في كل المجالات ومن الخبرات. فالحقيقة هو بيقوم بدور مهم جدا. طيب في الوطن ملف خاص صفحة 3 عن تطوير القاهرة التاريخية، خطة لإعادة الوجه الحضاري للعاصمة بالترميم وإقامة مشروعات تعليمية وثقافية وتجارية. العاصمة تسترد حضارتها، مناطق مختلفة بيشملها التطوير، منها طبعا بعض المناطق التاريخية زي المنطقة المحيطة بمسجد الحسين، جنوب باب زويلة، المنطقة المحيطة بمسجد الحاكم بأمر الله، مناطق مختلفة في القاهرة التاريخية العاصمة. لأنه كمان لما جت العاصمة الإدارية الجديدة تم الإعلان عنها، قعدت البعض يقول يعني هيعملوا عاصمة جديدة ويسيبوا بقى القديمة بقى باللي فيها. احنا بنشوف تطوير دلوقتي، إعادة إحياء الوجه الحضاري للقاهرة. ده حقيقي. الحقيقة الأول لازم نقول إن المنطقة دي تعرضت لإهمال وتشويه على مدار عقود، والمنطقة دي لما فكرت الدولة في إعادة إحيائها ده تفكير مهم جدا، لأنها منطقة حيوية جدا، فيها منطقة تاريخية، منطقة تراثية، فيها يعني عصور كتير جدا، فيها أديان كتير جدا. المناطق اللي حضرتك اتكلمت عليها دي 5 مناطق وكلها مناطق مهمه، سواء باب الفتوح، باب زويله، منطقه الجماليه، منطقه الدرب الاحمر، منطقه الحسين، يعني منطقه كلها مهمه للغايه كمزارات سياحيه في المستقبل. فلما يعاد احيائها مره اخرى دي مساله مهمه جدا. طبعا الرساله الاساسيه ان الدوله بتقول انه مش الاتجاه للعاصمه الاداريه بس او المدن الجديده بس، كمان مهم بالنسبه للدوله احياء المناطق التاريخية وحتى المناطق الإسلامية والقاهرة الإسلامية. المناطق دي حضرتك أكيد بتزوريها، أنا كنت فيها الأسبوع اللي فات. المنطقة يعني غاية في الروعة والجمال الحقيقة. مهم جدا إحياء شكلها تاني، إعادة الشكل الحضاري بتاعها، الشكل التاريخي،
إزالة كل التشوهات اللي حصلت على مدار عقود في المنطقة، الأجهزة المتعاونة في التنفيذية لإعادة إحياء المناطق دي، كل أجهزة الدولة تقريبا، الحكومة، القوات المسلحة الممثلة في الهيئة الهندسية، محافظة القاهرة، فهي عايزة مجهود الحقيقة كبير جدا عشان ترجع للشكل اللي مطلوب، وهترجع الحقيقة. القاهرة يعني مليانة، طول ما انت ماشي تمر جنبك قصور تاريخية ومساجد أثرية وتاريخية، ممكن الناس تبقى معدية مش عارفة ان ده مسجد أثري من كتر الإهمال اللي طالها. المساجد اللي في المنطقة دي حضرتك أستاذة آية، حقيقة والله مذهل، والتراث المعماري بتاعها فريد من عصور مختلفة، ده حقيقة. يعني مساجد شارع بتحكي تاريخ وحضارة، بتلاقي فيه تنوع رهيب، فالمنطقة دي تستحق الحقيقة. طيب خلينا الختام من اليوم السابع، 1,600,000 مستفيد من مبادرات الحماية الاجتماعية، دور كبير بتقوم به سواء صندوق تحيا مصر في ملف الحماية الاجتماعية، وأيضا مبادرات حكومية مختلفة بتقدم إلى الأولى بالرعاية والأسر الأكثر احتياجا على مدار سنوات مضت ومستمرة وبتزيد. ولو أرجع بقى للموازنة كمان، مخصصات الحماية الاجتماعية بتزيد كل سنة عن التانية كمان. تحيي الأول نتكلم على الدور اللي بيقوم به صندوق تحيا مصر. حقيقة بيقوم بدور كبير جدا، مش في يعني مش في الحماية الاجتماعية بكل أشكالها، يعني حماية اجتماعية اللي لها علاقة لو قلنا بإعانات شهرية، لو قلنا في الأزمات والكوارث، لو قلنا في التنمية، لو قلنا في المشروعات الصغيرة والمتوسطة، لو قلنا في الكساء، في الغطاء، في تجهيز عرايس، طبعا طلبة الجامعة. الحقيقة بيقوم بدور كبير جدا، وعدد المستفيدين بيزيد كل سنة عن اللي قبلها، حتى في رمضان كان بيوجه يعني بيجهز وجبات افطار يوميه في محافظات كتير، فبيقوم بدور كبير في التنميه الحقيقه، لان الحكومه ما تقدرش تعمل كل حاجه، لانه طبعا الاعتمادات والمخصصات دي بتبقى مساله مهمه جدا. العمل الاهلي في مصر على مدار 8 سنوات حصل فيه طفره مش طبيعيه الحقيقه، لانه لو قلنا التحالف الوطني للعمل الاهلي والجمعيات الأهلية الأساسية زي مثلا قلنا الأورمان، زي مصر، يعني مؤسسات كتير عشان ما ننساش حد، الحقيقة بتقوم بدور كبير جدا في التنمية إلى جانب مجهودات الدولة والحكومة. العمل القانون الأخير كمان بتاع تنظيم العمل الأهلي فرق بشكل كبير، ولسه بيتم مناقشة واستكمال المناقشة في الحوار الوطني. الجلسة يوم الأحد في الحوار الوطني كانت مخصصة للعمل الأهلي وجمعيات الأهلي، وكان في متطلبات كتير جدا بالقانون الجديد. فالحقيقة العمل الأهلي مهم للغاية للمواطن المصري، للدولة المصرية، للحكومة المصرية، لأنه للتنمية في مصر، لأنه بيتجاوز فكرة الحماية الاجتماعية، يعني بقى بيقوم بأدوار، بقى شريك أساسي في التنمية. فهو تجاوز هي فكرة العمل الأهلي وحماية الطبقات الفقيرة والهشة، تجاوز المسألة دي لأنه بيقوم بدور كبير جدا في التنمية إلى جانب خطط الدولة والحكومة الحقيقة. صحيح، كل الشكر على وجودك النهاردة معنا الأستاذ أحمد عامر، مدير تحرير جريدة الأهرام، شرفتنا ونورتنا. شكرا جزيلا. وخلونا ناخد جولتنا دلوقتي في محافظات الجمهورية المختلفة ونطمن على أخبار أهلينا في كل محافظات مصر وأحسن ناس. أحسن قاعدين بندردش ورانا ايه ورانا ايه، بنحكي ونفرفش ورانا ايه ورانا ايه،
بعد التحية والسلام شايل لك رسالة سيادة المواطن ببلغ سيادتك جنابك سعادتك لازم تيجي لما مصر هتقول لك تعالى بس يا رب وربنا على خير هيكملها لو شلت امان عرفك قدها وحدودها تشيلها ما انت من البلد اللي تملي بتجيب رجالة كمل مشوارك في السكة لسه في اولها قول بس يا رب وربنا على خير هيكملها لو شلت امان عرفك قدها وحدودها تشيلها ده انت من البلد المنتج الثقافي المصري أو التراث الثقافي المصري بيمثل ثروة قومية وبيبرهن عن مدى تأثير القوى الناعمة على مدى عصور طويلة. عشان كده مهم إن احنا نحفظ ونصون تراثنا الثقافي وفي نفس الوقت نواكب متغيرات العصر. النهاردة هنتكلم عن منصة رقمية جديدة بتعمل على إطلاقها الحكومة المصرية هتتيح كل أنواع المحتوى الثقافي المصري لمستخدمي الإنترنت، والهدف إن احنا نحافظ على الريادة الثقافية لمصر وننشر الثقافة المصرية الغنية لكل شعوب العالم تحت اسم منصة تراث مصر. تفاصيل أكتر عن هذا المشروع المهم المقرر إن شاء الله إطلاقه قريبا مع ضيفي الكريم الدكتور أسامة طلعت رئيس دار الكتب. أهلا بك يا دكتور أسامة. أهلا وسهلا. أهلا بحضرتك. المنصة يعني فكرة مهمة جدا، بداية من إطلاق الفكرة جت منين الفكرة وليه أطلقناها؟ إيه الهدف منها؟ الحقيقة أن الفكرة هي يعني زي ما حضرتك قلت في المقدمة هي مواكبة للعصر، هو تتوازى وتتماشى مع الحكومة الرقمية والرقمنة. والرقمنة زي ما احنا عارفين هي ليست طرفا بل هي لغة العصر ولغة المستقبل. الغرض الرئيسي من المنصة طبعا هي المنصة عبارة عن تكامل بين وزارتي الثقافة ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. بدأت ببروتوكول للتعاون من حيث ان وزارة الثقافة بتمتلك المحتوى ووزارة الاتصالات والتكنولوجيا والمعلومات يعني لديها الأدوات والتقنيات اللازمة لإتاحة هذا المحتوى. ومن هنا جت أساس الفكرة وتم يعني توقيع بروتوكول وسيجدد قريبا إن شاء الله بين الوزارتين. إيه الغرض من المنصة؟ معروف طبعا وغني عن القول إن مصر يعني تراثها وتاريخها وآثارها بتضرب جذورها في عمق التاريخ. مصر هي لها الريادة الثقافية في المنطقة والمحيط. فكرة الإتاحة والحفظ هي الأساس في هذه المسألة. علشان نبسط المسألة ونبعد عن يعني المصطلحات العلمية والتقعر اللغوي وما إلى هذا نبسطها لجمهورنا الحبيب. النهاردة الوسيلة اللي بتنقل المعرفة هي أساس في المعرفة، بمعنى أن كل ما كانت الوسيلة دي متاحة ومنتشرة فالمعرفة بتكون أكثر اتساعا وانتشارا، زي ما كان قبل كده الكمبيوتر الشخصي أو المنزلي وبعدين أصبح التليفون المحمول. نفس الفكرة إن إحنا عايزين نروح للناس علشان نوصل لما كفل الدستور المصري للشعب المصري إن هي فكرة العدالة الثقافية، إن إحنا بدل ما الجمهور بيجي لنا إحنا كمان بنيسر له وبنوصل له. الوسيله المتاحه في ايد كل الناس دلوقتي، الجيل الجديد بيستقي معلوماته اغلبها من الانترنت يعني بالزبط. المحتوى هيكون ايه اللي هتتضمنه هذه المنصه؟ بالظبط. المنصه او منصه تراث مصر الرقميه هي عباره عن بوابه او اذا جاز التعبير يعني موقع بتتفرع منه اذا جاز التشبيه يعني مواقع اخرى. هو يكون موقع ولا تطبيق بينزل على الموبايل؟ ما انا غير حاجة. هو موقع يمكن الدخول اليه من خلال اجهزه الكمبيوتر الشخصي او المنزلي، والتطبيق
على المحمول، ويمكن استخدامه أيضا أو الوصول إليه من خلال أجهزة الآيباد والتابلت، بحيث أن كل الوسائل التواصل أو الوصول للمعلومة الرقمية أو على شبكة المعلومات الدولية يقدر يدخل أيا كان الجهاز اللي هو بيستخدمه. ده رقم واحد. هيبقى فيها إيه؟ هيبقى فيها كل ما هو لدينا من تراث ثقافي. طيب يعني إيه الكلام ده؟ ونوسطه برضو على سبيل المثال، دار الكتب والوثائق القومية التي أشرف برئاستها والعمل فيها، احنا عبارة عن جناحين متوازيين، دار الوثائق ودار الكتب. دار الوثائق طبعا هي يعني مكنس مصر، وهي يعني كنز مصر في الوثائق اللي موجودة بي على ماتيريالز أو على مواد مختلفة، سواء مكتوبة أو حتى سمعية أو مقروءة. دار الكتب الشق الثاني من المؤسسة هي ذاكرة مصر اللي بتحتوي إنتاجها الفكري في مختلف العلوم والفنون والأداب. عايز أقول إن طبعا كلنا عارفين نشأة الكتب خانة الخديوية من أيام الخديوي إسماعيل، فإحنا متخيلين من الفترة دي بتجمع الكتب، وأضيف إليها كمان ولازال موجود إدارة مهمة جدا اللي هي بنسميها إدارة الإذاعة الرقمي، يعني كل ما ينتج على أرض مصر وينشر بشكل رسمي قانوني معترف فيه لازم بيجي عندنا ياخد ترقيب، واحنا بنقول له ادينا نسخ من المنتج بتاعك ده، سواء كتاب او ما الى هذا، 5 نسخ على الاقل بنحفظها عندنا علشان نحفظها للاجيال القادمه، زي ما ورثنا من ابانا واجدادنا الموروث الخاص بالانتاج الفكري المصري. الانتاج الفكري ده زي ما قلت بيشتمل جوانب مختلفه من العلوم والفنون والاداب، مش بس لمؤلفين ومبدعين مصريين، ولكن عرب واجانب ايضا. فكل ده برقما، وطبعا الاختيار بيتم بناء على لجان متخصصة. يعني المنصة دي هتكون فيها تراث مش بس مصري لكن العرب وأجانب كمان؟ بما نمتلكه نحن، لأن احنا يعني ده جزء من رئيس مكون رئيسي من قوة مصر الناعمة، ويعني انتشارها في المنطقة العربية زي ما احنا عارفين. أستاذ أسامة، يعني يا دكتور أسامة، ادينا أمثلة لبعض من المحتوى اللي يستحق او اللي انتم شايفينه ده يستحق انه يتحط على المنصه. يعني اذا يعني تحدثنا ايضا مره اخرى عن دار الكتب والوثائق القوميه، في عندنا يعني وثائق يعني غايه في الروعه. على سبيل المثال وثيقه تاسيس قناه السويس، يعني لما حضرتك يعني بدل ما تيجي عندنا، وطبعا تشرفونا احنا بنسعد بده، ده رسالتنا الرئيسيه، لكن احنا عايزين نوصل للمواطن العادي، حتى المواطن اللي ما بيقدرش نوصل له في بعض الاحيان. يعني عندنا مثلا في دار الكتب معنيه بشكل رئيسي بنشر كتب التراث والتاريخ ومختلف الفنون الادب في العصور الاسلاميه. احنا عندنا يعني بعض المقتنيات عمرها بيزيد عن 500 سنه. هل ده معيار من المعايير اللي على اساسها بنختار المحتوى اللي هينضم للمنصه، انه يكون عدى عليها كذا سنه، 500 سنه 60 سنه ايا كان؟ يعني ده سؤال جميل. التفكير في اليوزر او المستخدم او اللي ما يحتاجه ان يطلع عليه اللي هيدخل على المنصه، ده شيء مهم، على اعتبار ان بتترتب الاولويات بناء على زي ما قلت لجان من علماء متخصصين بيقول نبدأ بدون يعني الأهمية القصوى، الناس تشوفه وتعرفه، وبعد كده ما يليه تباعا، لأن طبعا العمل ضخم وكبير جدا، لكن هو بدأ بالفعل وشغال، وإن شاء الله سيزهد مزيد من النشاط في الفترة. يعني مش بس الحالية. كتب ووثائق، كمان في حفلات مصورة قديمة، كافة فروع وهيئات وقطاعات وزارة الثقافة. على سبيل المثال الهيئة العامة للكتاب جارتنا العزيزة بالكورنيش، يعني بالفعل تم رقمنة ما يزيد عن 8400 كتاب سيتاحوا. طبعا هنا تم رقمنتهم بالفعل. بالفعل هنا بنشتغل برضو داخل إطار وضوابط محددة، منها على سبيل المثال وليس الحصر حقوق الملكيه الفكريه، يعني ده يعني مكون رئيسي لان احنا واحنا بنشتغل هل حقوق الملكيه الفكريه بتاعتنا، فاحنا الدومين بتاعنا نقدر ننشره ولا لا، بننشر جزء منه بناء على قوانين حمايه الملكيه الفكريه، ده احد الضوابط اللي احنا بنشتغل عليه. دار الاوبرا المصريه زي ما حضرتك قلتي، ان شاء الله سيتم رقمنه حفلاتها واتاحتها برضه وفق ضوابط محدده. اكاديميه الفنون وما لديها من مكتبه برضو شغالين فيها، وجهات أخرى داخل وزارة الثقافة. التراث الثقافي المصري ككل على مر العصور مشروع مهم جدا جدا، هيرجع
مرة تانية القراءة، أظن حضرتك ورئيس دار الكتب، يعني قد إيه في شوية عزوف من الشباب تحديدا على القراءة الورقية، فإن إحنا ناخد نجيب المحتوى عن طريق الوسيلة اللي هم بيستخدموها مشروع في غاية الأهمية، الحفاظ على التراث الثقافي المصري ثروة قومية مهمة يجب الحفاظ عليها. بشكرك شكرا جزيلا ضيفي الكريم دكتور أسامة طلعت رئيس دار الكتب، نورتني وشرفتني. شكرا جزيلا. شكرا جزيلا. وإلى أنا المصري النهاردة تفاصيل وأبرز محطات حياة الفنان الكبير أحمد بدير في ذكرى ميلاده، نقول له كل سنة وهو طيب. تعالوا نتوقف عند أبرز محطات حياته في أنا المصري ونرجع مرة تانية. في ضحكة حلوة على كل الوشوش، وامشي احقق في الاماني الناس كتيرة ما يقدروش، يوم ما خلي الناس سعيدة انا واعمل الحاجة المفيدة، هبقى زي الشمس نوري سنين ما تطفيهوش. بس كده. صباح الفل، منورنا. وعايزه اقول للمشاهدين الكرام انه دايما الامل بيتولد من رحم الالم، يعني دايما كده الانسان يكتسب قوه من المحن اللي بيمر بيها، كل ما المحنه كانت اصعب كل ما القوه اللي يكتسبها تبقى اكبر واقوى. ضيفنا النهارده اللي مشرفنا صاحب الصوت الجميل لكنه كمان صاحب تجربه ملهمه ومهمه، هو اكتشف إصابته بمرض السرطان، سرطان الدم، وفي وسط رحلة علاج طويلة وما زالت مستمرة كان في النص في يعني مراحل صعبة، حتى إنه بعض الأطباء والاستشاريين قالوا له مفيش أمل في العلاج، مفيش استجابة، أنت هتموت، وهو أصر إنه هيخف وهيعيش وهيكمل، وخرج من التجربة دي عشان يقول لكل العالم إنه القوة من الداخل، وعمل كمان كتاب هرجع أقوى وكان في معرض الكتاب اللي فات. والنهاردة يعني هنتكلم عن تجربة ملهمة جدا جدا وتأثيراتها وخرج منها إزاي أقوى، ونستلهم هذه القوة من ضيفي الكريم الفنان شريف شاكر. أهلا بك يا شريف، صباح الفل ومنورنا. صباح الفل عليك يا ربور. تجربتك مع السرطان يمكن أنت حكيتها كتير قبل كده، والحمد لله على سلامتك، يعني الحمد لله تعافيت، حتى انه الصور اللي كانت موجوده على السوشيال ميديا قد ايه كنت شكلك مختلف، كنت هزيل جدا، اظن خسيت 30 كيلو كتير قوي، 30 كيلو وشعرك وقع كتير، وقع وطرع وقع وطرع كتير. الرحله دي يعني امتى مرحله انه لا انا قوي؟ يعني احيانا نسمع انه لا في ناس بيهزمها السرطان وبيفقدوا الامل في النص، انت رغم انه اتقالك انه مفيش امل في العلاج انت اصريت انك هتتعالج وهتخف وقد كان. بص يا خلينا اول متفقين ان انا وان احنا عموما بني ادمين، فطبيعي ان احنا هيجي لحظات كده هنضعف، وطبيعي ان احنا هنعيط وهنتاثر وهنقع. الفرق الوحيد ما بين الشخص اللي قادر يكمل والشخص اللي من اول مطب بيقع هي التمسك بفكرة ان انا هخف، الامل، عدم اليأس.
انك عارف ان ربنا قادر ان هو لطيف وهيطبطب عليك وهيعديك من المرحله دي. فاهم حاجه على قد المطبات وعلى قد الوقوع ان انت ما تفقدش الامل خالص في ربنا، وان انت تبقى دايما عندك يقين ان انت هتعدي من الموضوع. ايه اصعب مرحله في رحله العلاج وانت بتحب تسميها رحله؟ دي حقيقه. ايه اصعب مرحله في رحله العلاج دي وازاي تخطيتها؟ بصي، على مدار اولموست من 2018 تقريبا 5 سنين، كل مرحله ليها صعوباتها وليها شكل مختلف بتتحول ليه، ونوع تعب وريفليكشن بتاع الادويه والكيماوي والاشعاع والعمليات. فكل مرحله ليها صعوباتها، بس طبعا المرحله الاصعب لاي رحله سرطان هي اول استقبال ليك للكيماوي. فكره ان انت في كيماوي بقى ماشي في دمك، هي دي اصعب مرحله. وبالنسبه لي لمرضى سرطان الدم بالذات، موضوع زراعه النخاع، انت فجاه دمك بيتغير. تخيلي انت فصيلتك وليكن A بلس بقت فجاه اي بي ولا او وات ايفر يعني. ففكره انك تزرعي نخاع دي السايد افكتس بتاعتها كمان كانت مؤلمه ومتعبه جدا. 50 يوم جوه كبسوله مغلقه، انت كل يوم بيعدي عليكي مختلف عن اليوم اللي بتشوفي اكتر من شكل للموت حرفيا يعني. ودايما بتكلم ان الموضوع على قد صعوبته على قد ما هي انت بترجعي بقى تعملي ريفليكشن على الايام اللي عديتي بيها بالكبسوله او فتره الزراعه او اي مرحله في مراحل المرض، بتلاقي ان كل يوم في درس جديد اتعلمتيه، درس في الصبر، درس في الثقه في ربنا وفي قدرته على الشفاء، درس في قوتك انت وثقتك في نفسك ان انت هو ازاي الشخص ده اصلا قدر ان هو يعدي من الكلام ده. انا نفسي لما بتفرج على الصور اللي انت بتحكي او بتكلمي عليها دي حرفيا ما بكونش مصدق ان انا عديت بالمراحل دي يعني. يعني قبل الحمد. انت طبعا اكتشفت بالصدفه، انت كنت رايح للدكتور تشتكي من بطنك قال لك اعمل تحليل دم فاكتشفت الاصابه بالضبط. لكن ما قبل اللحظه دي بقى، ما قبل ان انت تعمل تحليل الدم وتكتشف الاصابه والدكتور يبلغك ان انت مصاب بسرطان الدم، كان شريف مختلف عن شريف بعد خروجه من التجربه، ايه اللي اتغير ما بينك؟ انا عمري ما تخيلت يعني. دايما اي حد بيصاب خلينا نبعد حتى عن السرطان، اي محنه في حياتك بتبقي فكره انك هتعدي منها دي لسه مش متقبلها، وانا ازاي حصل لي كده؟ لا بس اي محنه مختلفه عن يعني طبعًا. انا في كلمه انت كنت قلتها قبل كده انه انت بيكون عندك 100 حلم لو انت بصحتك، لكن اول ما صحتك بتروح منك او شويه كده هو حلم واحد ان انت صحتك ترجع لك. لا مش اي محنه زي السرطان اكيد. انا مصدق يعني. انا بحاول بس ان انا يعني اصل خلي بالك ان انا براند امباسدر دلوقتي لكذا مكان ليه علاقه بالجامعات السرطانيه، فانا ببقى حاسس بالناس اللي جوه الرحله او اللي بتمر بنفس الموضوع، فمحاوله مني ان انا هدي الموضوع عليهم. عشان كده هم ابطال. انت بطل. انا رفضت كلمه مريض من داي 1. بطل. محارب. طبعا ما هو المحارب بطل. ايه اللي اختلف فيك يا شريف قبل التجربه وبعدها؟ اولا انا ما كنتش اعرف ان انا قادر او عندي القدرات دي ان انا استحمل حاجات زي دي. انا فعلا والله يعني على قد ما كان الواحد بيعافر في الدنيا وبيحاول وبيسعى وبيشتغل وبيجتهد، بس عمر ما الواحد كان يتخيل ان هو يقدر يتحمل يوم واحد من الايام اللي عدت دي. ثانيا ان انت بعد ما بتعدي من المحنه دي بتبتدي هو اكيد ربنا ليه حكمه في اللي حصل ده، فتبتدي بقى تكتشفي حاجات جوه نفسك. عايز اقول لك ان معظم الاتشيفمنتس الكويسه او الجديده او الغريبه عليا كانت بعد السرطان. دايما انا مؤمن بان جوه كل محنه في منحه من ربنا. المنح الكتيرة قوي اللي حصلت لي، موضوع ان انا بقى عندي كتاب موجود في اكبر معرض في الميدل ايست، معرض القاهرة الدولي للكتاب، وحاليا في معرض الدولي في الدوحة. فكرة ان انا بقى ليا هاشتاج دلوقتي الناس بتحتذي بيه، ان هو اي حد في محنة او في مرض السرطان او اي حاجة يبتدي يدخل على الهاشتاج ويشوف الرحلة كانت عاملة ازاي. ففكرة ان انا بقى ليا اثر او نفع دايما، والله كنت انا حتى قبل التعب ان انا ببقى دايما عايز اسبريد اي خير او اي نفع للناس، فبقى عندي حاجه زي صدقه جاريه كده. انا شايف ان هو دين في رقبتي ان انا اروح اتكلم مع الشخص ده واديله شويه امل من خلال رحلتي اللي انا عديت بيها، او من خلال الحاجات اللي انا ما كنتش اتخيل ان انا اوصل لها او اعملها. ايه حطيت ايه في الكتاب اكتر حاجه حاسس انه دي كان مهم قوي اعمل الكتاب عشان احطها فيه؟ كتاب هرجع ان هي اتس اول اباوت ذا مايند سيت، دايما اقولها ان انت لو صدقت انك هتخف هتخف. انا حكيت الرحله زي ما انت قلتي ان هو مش حرب قد ما هي رحله حرفيا، كل يوم فيها اضافه جديده ليك لشخصيتك لقوتك لاكتشافك لنفسك، تكتشفي كمان الدايره اللي حواليك، الناس اللي حواليك عاملين ازاي، القيمه بتاعتك عندهم. فناس جديده جدا دخلت حياتي وناس كتيره جدا اثرت فيا،
بوجودهم في حياتي، اصحاب جديده ظهرت. مين اكتر حد وقف جنبك؟ ربنا سبحانه وتعالى طبعا. اولادك ربنا، اولادك انت عندك ولدين ما شاء الله. عندي ياسين وعندي سليم. انا في الاول سليم كان اتولد تقريبا مع بدايه السرطان، ايام قبل ما اكتشف الموضوع. ياسين كان كبير وكنت انا بالنسبه له الهيرو، يعني دايما شايفني الهيرو، دايما عضلات وتمرين وجيم. فان فجاه لاقيني على السرير، كنت شويه مرحله الاكسبتنس الاول، كنت رافض اصلا ان هو يجي يشوفني مرمي على السرير و90 حاجه متعلقه بجسمي وعمليات وكده. لحد لما انا ابتديت اقتنع ان انا خلاص يعني لا مفر. فان انا اصلا هو كان بالنسبه لي سبب ان انا بالظبط. انت لو انت ما عندكيش سبب عارفه انك هتخرجي عشانه، عمرك ما هتحاربي. هو دلوقتي شايفك هيرو اكتر من الاول بكتير، بكتير صح؟ ودايما بيقولها، حتى لما يجي حد يتكلم حتى لو بتهريج، لا بيقوله شوف هو عمل ايه في يعني كانسر فايتر، اتشيفمنتس على المستوى البروفيشنال في الشغل، الحمد لله كتاب بيصدر، الحمد لله في شويه حاجات بتبين ان لا الحرب ما كانتش سهله وان هو عدى منها. فهو بالنسبه له الموضوع مجرد ان انا مش عديت من مرض، لا ده اتس هيرو يعني خلاص 10 سنين اولموست، فاهم خرجت من المرض اقوى، خرجت بتخدم كمان الناس وبتقدم لهم حاجه تفيدهم. انت فعلا سوبر هيرو يا شريف. وعايزين بقى نسمع اغنيه. نغني لنا يا ريت حاجه امل كده، حاجه فيها امل وتفاؤل. ممكن نغني عانت ظروفك غير قوانين الايام، أملك هو إجابة أي علامة استفهام، تكسب لما تشوف بعينيك النور قدام، تخسر لما تقرر الاستسلام. يعني رسالتي إن الناس ما تستسلمش، دي رسالة مهمة جدا، ويعني حسن الختام لفقرتنا إنه الناس ما تستسلمش، وإنت نموذج يعني حي قدامنا إنه فعلا لازم تصدق نفسك وان انت هتقدر، وانت قدرت يا شريف. الحمد لله. فنان شريف شاكر، نورتني وشرفتني، والحمد لله على سلامتك. الله يسلمك. وربنا يديم عليك الصحه ويخلي لك اولادك وعيلتك ونجاح.
عرفة، زي يعني نجمع حسنات وإن شاء الله ربنا يرضى علينا كلنا ويكتبنا من أهل الجنة. النهاردة هنتكلم ونجيب على العديد من أسئلة المواطنين والناس على الفتاوى ومركز الفتاوى الإلكتروني للأزهر، أسئلة مختلفة والعديد منها بيبقى متشابه في كتير من الأحيان. هنجيب عنها النهاردة مع ضيفي الكريم الشيخ محمد عماد الخولي، رئيس قسم بنك الفتاوى بمركز الأزهر العالمي. أهلا بك يا شيخ، وكل سنة وحضرتك أهلا وحضرتك وصحة وحضرتك طيبة والسادة المشاهدين جميعا بصحة وبسلام. العشرة الأوائل من ذي الحجة قبل عيد الأضحى ويوم عرفة أيام مباركة، إزاي ممكن نستثمرها؟ إزاي نتقرب إلى الله؟ إيه فضل هذه الأيام؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد. الأيام العشرة دول أفضل أيام الدنيا. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما من أيام أحب إلى الله عز وجل من العمل الصالح فيهن من هذه الأيام العشر. فالصحابة سألوا سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قالوا يا رسول الله ولا الجهاد في سبيل الله؟ يعني حتى الجهاد ما يوصلش للعمل الصالح في هذه الأيام؟ فقال صلى الله عليه وسلم ولا الجهاد إلا رجل خرج بنفسه وماله ثم لم يرجع من ذلك بشيء. يعني العمل في هذه الأيام قد يصل إلى أجر الجهاد في سبيل الله عز وجل، وما فيش حاجة توصل للعمل الصالح في الأيام دي إلا واحد خرج بنفسه وبماله واستشهد في سبيل الله عز وجل وجاهد وتصدق بكل ماله. هذه الأيام المباركات فرصة لا تتكرر في السنة إلا مرة واحدة. وحضرتك قلت إزاي نستثمر هذه الأيام. الحديث اللي احنا قلناه من شوية رواه عن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم واحد من الصحابة اسمه سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله عنه عن أبي، اللي روى الحديث عن سيدنا عبد الله بن عباس عن سيدنا عبد الله بن عباس واحد اسمه سيدنا سعيد بن جبير. سيدنا سعيد بن جبير كان يقول إذا دخلت العشر فلا تطفئوا سروجكم، يعني خلوا الدنيا منورة على طول من كتر الطاعة بالليل والنهار، واصلوا الطاعة والعبادة، واصلوا الليل بالنهار في عبادة الله عز وجل وفي طاعته. كانوا يقولوا إذا دخلت العشر سعيد ده لا يقدر عليه، يعني لو واحد عايز يقعد معاه خمس دقايق يسأله في حاجة يشوف معاه مصلحة أو مش لاقي وقت عنده. من إيه بقى؟ إن النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم وعرفهم إن الأيام دي فرصة، فكان المسلم يستثمر كل لحظة في هذه الأيام. وسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال العمل الصالح، والعمل الصالح مفتوح، فيخش بقى فيها كل حاجة، يخش فيها الصلاة، الإكثار من النوافل والمحافظة على الصلوات المكتوبة، يخش فيها الصيام، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يحثنا على الصيام في هذه الأيام، وكان صلى الله عليه وسلم يصوم هذه الأيام المباركات، يخش فيها الصدقة، يخش فيها جبر خواطر الناس، التكافل، التراحم، بر الوالدين، يخش فيها صلة الأرحام. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال العمل الصالح، جهاد النفس، لو حد عنده ذنب مش قادر يبطله ده وقت نبدأ من هنا النفس. يعني الأيام دي فرصة للتوبة. طيب، إن كل واحد يشوف أي حاجة عنده سلبية. عندك أيام هي مباركات، الدعاء فيها مستجاب. ابدأ من النهاردة، ابدأ من دلوقتي، ربنا يتقبل مننا جميعا يا رب في الأيام دي طبعا. وحلم كل مسلم إن هو يؤدي فريضة الحج. الناس اللي ما راحتش الحج السنة دي ربنا يكتبها للجميع يا رب. آمين. إيه البديل؟ يعني إيه اللي يوازي؟ هقول للأول بسرعة جدا إن قلنا الطاعات والعبادات والعمل الصالح مفتوح، لكن أميز حاجة تميز هذه الأيام الذكر. هذا موسم الذكر. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث يقول إن ما من عمل في هذه الأيام أحب إلى الله عز وجل، فأكثروا في هذه الأيام من التسبيح والتهليل والتكبير. وعندنا الذكر في هذه الأيام نوعين، عندنا ذكر مطلق يبدأ من أول يوم من أيام العشرة، وعندنا ذكر مقيد. ذكر مقيد ده يبقى بعد الصلاة بس، ده يبدأ من فجر عرفة لحد عصر رابع يوم في أيام العيد. فهذه الأيام أيام الذكر. كان سيدنا عبد الله بن عمر وسيدنا أبو هريرة رضي الله عنهما كانوا يخرجوا في الأسواق يكبرون ويكبر الناس بتكبيرهم في هذه الأيام. فنملأ هذه الأيام ذكرا لله عز وجل، تهليل وتحميد وتكبير وتسبيح لله عز وجل، وصلاة وسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللي بقى ربنا ما كتبلوش الحج، هل ضاع عنه أجر وثواب الحج؟
لا، لم يفوتك أجر الحج. اللي يوازي سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا حاجات كتير جدا ممكن ما تخطرش على بال حد فينا. أول حاجة، اللي ينوي نية صادقة للحج وما قدرش أخذ ثواب الحج. وده منهج من الأعمال بالنيات. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يخرج في غزوة يقول لهم معانا لينا إخواننا في المدينة ما قطعنا واديا إلا وربنا عز وجل كتب لهم مثل أجورنا. ليه؟ كانت نيتهم صادقة أنهم عاوزين يخرجوا في الجهاد مع سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، لكن الظروف منعتهم من الخروج. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول أن الدنيا لأربعة نفر: عبد رزقه الله مالا وعلما، عمل في العلم ده والمال ده في اتقى الله عز وجل في هذا المال، ووصل رحمه بهذا المال، فالله عز وجل كتب له أفضل المنزلة والمكان. واحد تاني بقى، الرجل التاني أعطاه الله علما ولم يعطيه مالا، لكنه صادق النية، يقول بنية صادقة: لو كان لي من المال لفعلت مثل فلان، اللي وصل رحمة، اللي أعطى للفقراء واللي أعطى للمساكين، اللي علم أن لله عز وجل حقوقا في هذا المال فأدها. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال فله مثل أجره. هو ما عملش ده، يوازي أجر الحج. فاللي ينوي نية الحج نية صادقة، إن ربنا لو أعطاني الاستطاعة المالية والاستطاعة الجسدية هروح، لكن منعه الله عز وجل لأي ظرف أو لأي حادث، ما كتب الله عز وجل إن صدق النية أجر الحج. أدي واحد، فالنية الصادقة. اثنين، الصلاة المكتوبة: إذا خرجت من بيتي متوجها وأنا متوضئ إلى المسجد لأداء صلاة مكتوبة فلي أجر الحج. هكذا قال سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم: من خرج من بيته متطهرا لأداء صلاة مكتوبة كتب الله له أجر الحج. مش بس كده، ثلاثة، الفقراء أيام سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم راحوا للنبي يشتكوا له، يقولوا له: ذهب أهل الدثور من الأموال بالدرجات العلى ومقامات النعيم، يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم، إلا أن لهم فضل أموال يحجون بها ويعتمرون ويجاهدون ويتصدقون. هم بيصلوا زينا وبيصوموا زينا، بس هم معاهم فلوس يقدروا يحجوا ويعتمروا ويجاهدوا ويتصدقوا. لو مثلا حد محوش فلوس عشان يحج وفلوس ما كفتش، او اكتشف انه تكلفة الحج اغلى، حاضر، بس هل نكمل الجزء ده؟ نكمل الحديث عشان المعنى يوصل، بس عشان احنا وقتنا برضو حاضر خلاص. عندنا اسئلة نعمل ايه معاهم فلوس واحنا معناش؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لهم انا هقول لكم على عمل لو عملتوه هتحصلوهم في الاجر، ومحدش هيعرف يحصلكم الا اللي يعمل زيكم. خلف كل صلاة تسبحون وتحمدون وتكبرون 33. نختم الصلاة ناخد اجر الحج وأجر العمرة وأجر الجهاد في سبيل الله وأجر الإنفاق والصدقة في سبيل الله عز وجل. ربنا يكملها للجميع يا رب. لو زي ما بقول لحضرتك كده، حد محوش فلوس يحج واكتشف أنه تكلفة الحج أكبر من اللي معاه فما راحش حج، الجزء اللي هو حوشه ده لو تصدق بيه أيتام، محتاجين، فقراء، أيا كان، هيتبرع بيه لمين، هل ياخد ثواب الحج كأنه راح؟ هو رقم واحد خد ثواب الحج بالنية إن شاء الله. إذا كان صادق النية. طبعا الأجور زي بنتكلم بقى في الأعمال الكثيرة التي النبي صلى الله عليه وسلم بيّن لنا أن لها ثواب مثل ثواب الحج. طبعا يخش فيها الإنفاق في سبيل الله، والسعي في قضاء حوائج الناس، والسعي على الفقراء والأرامل والمحتاجين والضعفاء، طبعا يدخل فيه. فإذا هو يعني حب أنه يتصدق فالباب مفتوح، والله عز وجل عطاؤه يعني يذهل العقول، يعطي يعني على التمرة أو شق التمرة مثل جبل أحد، زي ما سيدنا صلى الله عليه وسلم بيّن في الآخر. يعني تخرج لله عز وجل تمرة بس بلحة بنية صادقة، الله عز وجل يأخذها وينميها ويكبرها في موازين الحسنات حتى تكون مثل جبل أحد، جبال من الحسنات إن شاء الله. طيب الأضحية، الأضحية برضو أسعارها يعني زادت جدا السنة دي، بعض الناس اللي كانوا متعودين يذبحوا مش هيقدروا ماديا، ما يقدروش على تكلفتها، هل عليهم ذنب؟ لا طبعا، الأضحية سنة على القول الراجح على الموسر. يعني بعض الفقهاء زي السادة الحنفية قالوا إن هي واجبة على اللي عنده مقدرة عليها، لكن جمهور الفقهاء على أن الأضحية سنة وليست واجبة، ليست فرض. فاللي هيعمل السنة هياخد الأجر اللي سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال عليه، واللي مش هيعمل خلاص ضيع على نفسه أجر وثواب. فأنا
اقدر اعمل ده خلاص ابادر الى تنفيذ هذه السنه وان لها اجر عظيم. هي افضل شيء كما قال سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم في هذا اليوم بعد الصلاه اهراق الدماء يعني ذبح الاضحيه، وان الله عز وجل يغفر بها الذنوب، وان هذا الدم الذي يخرج من الاضحيه يقع عند الله بمكان قبل ان يقع على الارض. هكذا قال صلى الله عليه وسلم، فهي سنه للي يقدر عليه، اللي ما يقدرش ما فيش اي مشكله خالص. في ضوابط للذبح الاضحيه رحمه بهذه الروح اللي بتذبح، عايزين برضو احنا يعني خلاص على مشارف عيد الاضحى كل سنه وكل مشاهدين طيبين نذكر الناس بالشروط الاسلاميه للذبح. طبعا احنا عندنا في الاضحيه شروط سريعه، ان رقم واحد تكون من بهيمه الانعام، يعني تكون من الابل او من البقر او من الغنم. رقم اثنين ان هي اما ان هي تكون وصلت السن، يعني احنا عندنا الضأن مثلا يبقى من 6 شهور، الماعز من سنه، البقر بيبقى من 2 سنين، الابل يبقى من 5 سنين ما يقلش عن كده، وممكن ما تتمش السن بس تكون معلوفه كويس ووزنها كبير. واثناء الذبح بقى ده رقم اثنين. بعد كده عندنا ان تكون خاليه من العيوب، يعني ما يكونش فيها عيوب ظاهره. طيب لما اجي اذبح عندنا سنن في الذبح وامور يجب على كل واحد بيقوم بعمليه الذبح ان هو يراعي. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم لما شاف جزار بيذبح شاه قدام شاه تاني، ماذا قال صلى الله عليه وسلم؟ قال ويحك، اتريد ان تذبحها مرتين؟ ونهاه صلى الله عليه وسلم وامرنا ان اللي عاوز يذبح ذبيحه يحد شفرتها، يعني السكينه اللي يستعملها تكون حاميه. ليه حاميه؟ عشان ما تاخدش وقت، عشان ما نعذبش هذا الحيوان، حتى لما نيجي نسن السكينه يعني نحدها ما نعملش كده قدام الحالة، نكون مجهزينها في وقت تاني وفي مكان تاني بعيدة عنه. لما نيجي نذبح لازم الذبح يكون ذبح كامل، يعني نقطع 4 حاجات هنا، نقطع مكان مجرى النفس ومكان مجرى الطعام ونقطع الودجين اللي هم اللي بيبقوا على اليمين والشمال. فهذه الأمور كلها سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول وليرح ذبيحته، يرح ذبيحته. في ايه تاني بعد كده؟ لكن احنا بقى بنشوف طبعا كله يتذبح قدام كله، يقعد سكينة تلمى ويقعد يذبح وقت كبير، كل ده النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه وقال للراجل ويحك، يعني يدعو عليه أتريد أن تذبحها مرتين؟ فلازم نراعي ده. كمان نراعي أن احنا نذبح في الأماكن المخصصة قدر المستطاع، ما يبقاش الذبح في الشارع وما يبقاش يعني الأمراض بتنتشر ويبقى فيه يعني فنراعي ده كويس جدا، وده من الشرع، دي مش حاجات كماليات، ده من الشرع الحنيف اللي أمرنا به سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. ربنا يتقبل منا جميعا سائر الأعمال الصالحة ويبلغنا إن شاء الله عرفة، وكل سنة وحضرتك طيب وكل المشاهدين بخير. بشكرك شكرا جزيلا الشيخ محمد عماد الخولي رئيس قسم بنك الفتاوى بمركز الأزهر العالمي، شكرا لوجود حضرتك معنا. شكرا. فصل صغير ولسه مكملين معاك وآخر فقراتنا بعد هذا الفصل. صلاة الله وسلامه عليك، صلاة الله وسلامه، شفاعة يا جد الحسنين، ده محملك رجعت أيامه، ده محملك رجعت أيامه، هانية واتمليت بلعين، كرامة لله يا قاصد مكة ونيتك بالكعبة الطوف، كرامة لله يا قاصد مكة ونيتك بالكعبة الطوف، تبص لي فيها تراب السكة، ما أنا من مؤمن ملجوف، تبص لي فيها تراب السكة، أما أنا من مؤمن ملجوف، سال الدموع وطال دعاء في يوم خشوع، ينول منادي قبلته
لك يا نبي قدامه عليك صلاة الله وسلامه عليك صلاة الله وسلامه عليك صلاة الله وسلامه شفاع يا جد الحسنين ده محملك رجعت أيامه ده محملك رجعت أيامه هانية واتمليت بلعين وانت عيني تشوف منظركم يا مجنتين فوق الحرمين وطول مطال الحجاج داركم وشربوا من زمزم بقين وفي المدينة نال القبول بنور نبينا طاع الرسول يا بخت زوار بكرامه عليك صلاة الله وسلامه عليك صلاة الله وسلامه عليك صلاة الله وسلامه شفاع يا جد الحسنين ده محملك رجعت أيامه ده محملك رجعت أيامه هانية واتمليت بلعين. الله برحب بحضراتكم من جديد في يعني تاني أيام ذي الحجة أيام مباركة قلنا النهاردة يعني مسرح 8 الصبح يكون روحانيات نستمع فيه مع حضراتكم للإنشاد الديني وللإبتهالات مع ضيوفي اللي مشرفيني النهاردة المنشدة ياسمين غلوش أهلا بيك ياسمين أهلا والمنشد محمد مصلحي أهلا بيك يا محمد وكل سنة وأنتم طيبين وحضرتك طيب وشكرا طيب في البداية كده بدايتكم مع الإنشاد ما شاء الله يعني أصوات جميلة ياسمين ابتديتي إمتى الإنشاد اكتشفتي إمتى أنك عايزة مش تغني ولا ابتديتي غنى أنا دخلت كنت بدور على الإنشاد أصلا بس يعني. بس ما لقيتش فريق في الكلية عندي أنا كانت فترة الجامعة ده كان بداية أصلا دخولي المجال غنى أو إنشاد يعني فما كانش فيه فريق في الوقت ده فما لقيتش قدامي غير أن أنا أغني فدخلت قعدت فترة فعلا في فريق الغنى وفي سنة تانية جامعة دخلت يعني قدمت في مسابقة إنشاد على مستوى الجامعة في سنة تانية ما حلفنيش الحظ إن أنا أحصل على مركز يعني إن شاء الله بس يعني قدمت في السنة التانية اتقابلت في المنتخب في السنة دي والسنة اللي بعدها برضو بس للأسف ما كانش فيه بنات غيري فكنت بقدم وفي الآخر بطلع لأن ما يعني ما فيش حد يطلع معي طبعا الفرق عامة بتبقى محتاجة إن في أصوات ولاد وأصوات بنات فلازم يبقى فيه توازن ما بين الاثنين فما كانش بيبقى فيه غيري انت البنت الوحيده في المنتخب الانشاد لحد بالزبط. دلوقتي ولا في بنات تانية انضمت لا انا اتخرجت بقالي تقريبا يعني السنه الثالثه دي اللي انا متخرجه فيها في السنه الثالثه قدمت وطلعت معاهم فعلا بس طلعت سولو يعني طلعت لوحدي كان الفريق كله ولاد برضو. كنت انا لوحدي برضو ما كانش فيه امل ان حد بنت تاني تيجي تقدم احنا هنسمع منك سولو دلوقتي يعني عشان برضو بس اعرف برضو من محمد انت اصلا مهندس درست الهندسه تمام الانشاد بقى اكتشفته ازاي تمام الموضوع بدا معايا من وانا صغير جدا يعني كنت عندي 7 سنين أو 8 سنين مين اللي اكتشف بقى الصوت كان والدي هو اللي بدا معايا اكتشف صوتي ده بدات اقول في الاول في المدرسه في الاذاعه المدرسيه وكده انت كنت بتدندن كده في البيت فوالدك فوالدي حس عندي الموضوع ده وهو اللي بدا شجعني ان هو وحتى يحجم عليا فكره ان انا لازم ابقى في الانشاد الدين ودي بقت هي كنت بتدندن ايه وانت صغير انشاد ولا غنى كنت في الاول المتوفر ليا كان بيبقى غنى عادي فكنت بغني وبتاع وكده وبعديها بدات
بدات اركز بقى في الانشاد لما والدي اللي بدا لاحظ ده. انا كنت بس احب اسمع. هو وجهك يعني حطك على هو بقى اللي حطيني على الطريق ده، وبدا حتى يوديني ان انا ادرس الموضوع بدراسه اكاديميه. فمشيت شويه في الاذاعه المدرسيه وكده، وبعدها دخلت فرقه كورال في مركز الشباب عندنا. وبعدها بقى بدات ادخل موضوع كدراسه، درسته مع الاستاذ محمد ياسين مرعشلي المدرس السوري. فدرست الموضوع بقى بشكل اكاديمي، درست المقامات الموسيقيه. بعديها بقى بدات ان انا دخلت فرق انشاد، كنت موجود في فرقه وصله سماع الانشاد الديني، وبعدها دخلت فرقه صوت مصر، ودي اللي حاليا موجود فيها مع المنشد احمد العمري. وبدخل بقى مسابقات مع الكليه، اذا كانت في الكليه او مستوى الجامعه، مسابقات ابداع. فيعني دي اللي بحاول. طيب هنسمع الاول من ياسمين حاجه سولو، وبعدين اسمع منك ان شاء الله. يلا نسمع ايه؟ حاجه بمناسبه موسم الحج وكده ان شاء الله. يلا ممكن نقول يا رحيم للنبي الغالي. يلا ماشي. يا رايحين للنبي الغالي، هنيه لكم وقبالي. يا رايحين للنبي الغالي، هنيه لكم وقبالي. يا رايحين للنبي الغالي، هنيه لكم وقبالي، هنيه لكم وقبالي. يا ريتني كنت وياكم واروح للهادي، وازوره وابوس من شوقي شباكه، وقلبي يتملي حج وطوف سبع مرات، ولبي واشوف من عرفات، وحج وطوف سبع مرات، ولبي واشوف تبهالي. يا رايحين للنبي، للنبي الغالي. الله، يا رايحين للنبي الغالي، يعني يالكم وقبالي وقبالنا كلنا يا رب. الله ان شاء الله. محمد قول لنا بقى حاجات، تقول انشاد ولا ابتهال الاول؟ نقول توشيح بتاع يا ايها المختار للشيخ طه الفشني. الله، تحب تسمع انت طه الفشني ولا الشيخ طه الفشني، ولا بتحب فيه منشدين؟ بسمع الشيخ طه الفشني والشيخ محمد عمران. يمكن المدرسة السوري بسمع اكتر بسبب انا درست بالمدرسة السوري، بس برضو المدرسة المصري بسمع كتير جدا. مين يعني تسمع من المدرسة المصري؟ اذا كان الشيخ محمد عمران، الشيخ طه الفشني، الشيخ ناصر الدين طوبار، الشيخ سيد نقشبندي طبعا لا غنى عنه طبعا بقى، وغير القراء بتوع القرآن برضو. دايما نسمع كمان قراء بتوعنا الكبار، الشيخ عبد الباسط، برضو الشيخ محمد عمران رهيب. طب حتى في قراءة القرآن يعني. فدول طب يلا نسمع للشيخ طه الفشني. تمام. يا أيها المختار من خير الورى، خلقا وخلقا بالكمال توحدا. يا أيها المختار، يا أيها المختار،
أقول لمدحه والله طهر من سفاح الجاهلية أحمد ذو رأفة بالمؤمنين ورحمة سماك ربك في القرآن محمدا ذو رأفة بالمؤمنين ورحمة سماك ربك في القرآن الرسل الكرام الكرام نادت بك الرسل الكرام بشرت وملائك الرحمن خلفك سجدا لا يحصي فضلك ناثر أو كاتب عددا ولا الشعراء يا غوث النادى يا غوث النادى طه صلاة الله مني سرمدا ثم السلام عليك يا نجم الهدى يا رب هب لي من لدنه شفاعة واجعل كتابك حجة لي الشاهدة. والله يا محمد يعني متمكن من المقامات الموسيقية بشدة ما شاء الله. ياسمين يعني قبل بقى ما وقتنا عشان ابتدى وقتنا يخلص هنسمع برضو انشاد منك هتقول لنا. تمام. ممكن اقول قصيدة إذا ما الصبح نادانا لسعاد محمد. انت بتحبي بقى تسمعي الأول بقى بما انك انا بحب اسمع الحاجات اللي هي مش قديمة قوي ولا جديدة قوي يعني او هي بالتالي قديمة بس بالنسبة للإنشاد فهي مش يعني مش قديمة مش قديمة قوي في الحاجات اللي عملتها سعاد محمد وزينب يونس وياسمين الخيام في بداية ما كانت بتطلع والحاجات دي كلها بالنسبة لي هي المفضلة يعني. طب يلا هنسمع. تمام. إذا ما الصبح نادانا وبالأنوار وافانا تلون الحب إيمانا أضاءت فيه دنيانا وقلنا الله يا الله حنانا منك يا الله 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 حنانا
إيمانا منك يا الله يا الله يا الله. وحين يهوم العشب ويسبح حوله القلب ننادي أنت يا رب، ننادي أنت يا رب، إليك نزف نجوانا ونرجو منك يا الله ظلال العفو يا الله. يعني بجد أصوات جميلة وإنشاد رائع، نورتونا جدا جدا. منشدة ياسمين غلوش، المنشد محمد مصلحي، بتمنى لكم كل توفيق وكل سنة وانتم طيبين. شكرا ليك، تشرفنا ان احنا طلعنا مع حضرتك. انا اللي اتشرفت اكيد. كل سنة وحضراتكم طيبين، وان شاء الله يعني تبقى ايام ربنا يتقبل فيها سائر اعمالنا الصالحة واعمالكم باذن الله. كده تكون خلصت حلقتنا، بكرة ان شاء الله حلقة جديدة من 8 الصبح. ابدأ يومك صح.